الخير على حضراتكم وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها في 8 الصبح. بنكون معاكم يوميا وعلى مدار ساعتين من 8 ل 10 بموضوعات مختلفة ومتنوعة. ولكن النهاردة يوم مختلف لطلاب الثانوية العامة، عشان النهاردة بقى أغلب البيوت المصرية الطلاب الثانوية العامة هيستكملوا امتحاناتهم إن شاء الله النهاردة، بعد ساعة تحديدا هيؤدوا امتحان اللغة العربية. طبعا بنتمنى للجميع كل التوفيق في الامتحان النهاردة، وأهم حاجة بقى كده شوية نصايح للي طبعا هيلحقنا قبل ما ينزل دلوقتي بسرعة، وانزلوا بسرعة دلوقتي علشان خاطر امتحان الساعة 9، فمش عايزاكم تروحوا متأخر، لازم تروحوا قبل الامتحان بحوالي نص ساعة علشان تبدأوا في الإجراءات وتاخدوا الأجواء بتاعة الامتحان. وأهم حاجة ان انتوا وانتوا بتحلوا الامتحان انك انتوا تبعدوا عن التوتر نهائي، كل واحد فيكم كده يهدى تماما، اللي حافظ آية قرآنية أو أي حافظ أي حاجة ليه بشكل معين ذكر معين يبدأ كده يهدى ويقرأ بينه وبين نفسه، ويبدأ إن هو بقى يجاوب على الأسئلة وما يتسرعش في الإجابة على السؤال. كمان إن هو يبدأ يعني يأكل الوجبات اللي مهمة جدا للتركيز، يفطر كويس جدا جدا، خاصة الحاجات اللي بتساعد على التركيز، يفطر بيضتين مسلوقين، يفطر عصير أو لبن، يبعد تماما طبعا عن الحاجات اللي هي ليها علاقة بالسكريات، لأن السكريات أو إن هو يأكل وجبات تقيلة، لأن الوجبات التقيلة ممكن طبعا تعمل له تخمة كده على الصبح ما يبقاش عارف يجاوب. كمان في كتير جدا بيفضل ان هو يراجع الأسئلة او يراجع المنهج قبل ما يدخل الامتحان، ده مش بننصح بيه تماما، وده بيسبب التوتر وإرهاق عقلي ليهم. خلاص انت راجعت المفروض اخر حاجة بالليل ونمت من 6 ل 8 ساعات، ده مهم جدا، ما ينفعش ان احنا نسهر خالص او ان احنا نطبق قبل ما ندخل الامتحان، لازم عقلنا ياخد راحة، وانك تبقى مستعد للامتحان وتبعد تماما عن أي شيء ممكن يوترك حتى لو انت هتراجع الامتحان او المنهج مع زملائك. كمان انك انت لازم تروح الامتحان زي ما احنا قلنا قبل اللجنة ما تفتح بنص ساعة، علشان تبدأ انك انت تأخذ او يعني اجواء الامتحانات، وانك انت تشعر بالطمأنينة، وان انت تبدأ انك انت تركز وتقعد كده وتحضر ادواتك. اهم حاجة قلمك يبقوا معاك، تبقى عامل تشيك ان القلم شغال، عشان التفاصيل الصغيرة دي بتوتر الطالب قبل ما يدخل الامتحان او بتخليه اثناء الامتحان يتوتر. في كل الأحوال اللي ذاكر ذاكر، واللي عمل اللي عليه عمله، أهم حاجة إنك أنت تبدأ بقى تقول كده بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل الامتحان بتاعك بهدوء وبطمأنينة، وإن شاء الله ربنا يكرم الجميع. وفي الآخر هقول لكم نصيحة، اللي ربنا كاتبه هيكون، ما دام أنت عملت اللي عليك دي أهم حاجة، وربنا خلاص بعد كده هو هيكتب لك الطريق الصح اللي أنت عايزه. تعالوا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة من 8 الصبح، وابدأ يومك صح. يا حلو صبح يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل.
رجعنا لكم تاني ونبدأ بقى بالفقرة اللي بنستطلع فيها مجموعة الأخبار اللي خاصة بالطقس والمرور والأسرع أسعار، ولكن تعالوا نبدأ الأول مع هيئة الأرصاد الجوية. النهاردة بتقول إنه يوم السبت هيكون في استمرار لارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات، وده تحديدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، هيسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. متوقع النهاردة كمان هيكون في نشاط للرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، جنوب سيناء، سلاسل الجبال، البحر الأحمر، وأيضا شمال وجنوب الصعيد. تعالوا نستعرض مع حضراتكم بيان درجات الحرارة. القاهرة 38 27، العاصمة الإدارية 38 26، 6 أكتوبر 38 26، السلوم 32 22، العالمين الجديدة 32 24، الإسكندرية 32 24، الإسماعيلية 38 24، بورسعيد 33 25، دمياط 32 23، الغردقة 40 31، شرم الشيخ 42 و32، السويس 38 24، الوادي الجديد 24 27 44 27، رفح 33 21، طابة 37 26، بني سويف 39 26، الفيوم 39 26، سانت كاترين 35 16، الأقصر 45 30، أسيوط 42 26، المنيا 41 26، حلايب 39 31، شلاتين 44 30، أسوان 46 31. يعني كده استطلعنا مع حضراتكم بيان درجات الحرارة. برضو تعالوا نعرف تفاصيل أكثر بقى عن فكرة بداية الصيف وهيبقى الأخبار عاملة إزاي. الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. صباح الفل. يعني كده خلاص بداية الصيف رسميا، فحضرتك بقى قولي لنا أول أسبوع في الصيف هتبقى الأجواء عاملة إزاي، والرطوبة بقى بدأنا نبحث عن درجات الرطوبة مع بداية الصيف. بالفعل يمكن الخميس الماضي بدأنا فصل الصيف رسميا بتعامد الشمس على مدار السرطان، وهيستمر معانا قرابة الثلاث أشهر. من أبرز التوزيعات الضغطية في فصل الصيف هو امتداد منخفض الهند الموسمي، ويمكن ده هو اللي مأثر معانا خلال هذا الأسبوع. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة، يمكن هو من اسباب الموجات ارتفاع قيم درجات الحراره في دول الخليج. الكتل دي لما بتمر على البحر المتوسط بتخطف جزء من قيمه درجات حرارتها، يعني بتوصل لنا بقيم درجات حراره اقل، لكن تحمل بكميه كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه. فاحنا على مدار هذا الاسبوع كله عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن الاسبوع الماضي، وأعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، وخاصة في المحافظات الشمالية. مع ارتفاع قيم درجات الحرارة عند ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، تتجاوز نسب الرطوبة 80% في القاهرة الكبرى، 90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. على مدار هذا الأسبوع كله عظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى، اليوم هيكون 38، بكرة 39، مع منتصف الأسبوع هتوصل ل40 درجة مئوية. فمتوسط درجات حرارة على مدار هذا الأسبوع ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية. أجواء شديدة الحرارة رطبة فترة النهار في القاهرة الكبرى، في الوجه البحري، في محافظات شمال الصعيد. الأماكن الساحلية زي ما بنقول في الأول هي الأعلى في نسب الرطوبة، لكن الأقل في قيم درجات الحرارة ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية. بعض الأماكن ممكن تتجاوز 33 درجة مئوية وأجواءها حارة رطبة فترة النهار. الأماكن الموجودة في جنوب البلاد عظمى فترة النهار ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، هي الأقل في نسب الرطوبة. طبعا الحمد لله إن هي بتبقى تكون الأقل في نسب الرطوبة، لأن دايما وجود نسب رطوبة في الجو بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى،
يعني على سبيل المثال العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية، أنا هحسها لو تكون 40 أو أعلى من الـ40 نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو. طب هتنكسر الموجة دي إمتى يا دكتور؟ يعني هل في توقع إنه هي، حضرتك قلت في نص الأسبوع هتبقى ذروتها، هل في أمل إنه على يوم الأربعاء والخميس الويك إند تنكسر؟ هي للأسف على مدار هذا الأسبوع كله، يمكن احنا حتى نهاية الأسبوع هتظل عظمى على القاهرة الكبرى 38 إلى 39 درجة مئوية، فهنستمر على مدار هذا الأسبوع كله أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، والأجواء شديدة الحرارة فترة النهار كمان فترات الليل، فترات الليل بيكون العظمى للرطوبة، فترة الليل الصغرى كمان ارتفعت بسبب تأثيرنا بالارتفاعات الموجودة فترة النهار، صغرى فترة الليل من 26 ل 28 درجة مئوية، وايضا فترات الليل اجواءها مائله للحراره. هنأكد بس على كل الساده المواطنين، مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان ده كمان هيساعد ان احنا نسيب قيم درجات حراره اعلى مع نسب الرطوبه ومصادر الكتل الهوائيه المرتفعه. مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، حتى لو مش عطشان تبقى ازازه الميه موجوده معايا. مهم كمان نتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعدني ان انا احس بقيم درجات حراره اقل ونسب رطوبه اقل. بشكرك الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، النصائح الحقيقه مهمه جدا جدا، اهمها طبعا احنا عدم التعرض لاشعه الشمس المباشره، ان احنا نشرب ميه على قد ما نقدر، سوائل كتيره جدا، نرتدي الملابس القطنيه تحديدا الفاتحه، كمان ان احنا العربيات ما نركنهاش تحت الشمس، وبعض الادوات اللي ما نحطهاش جوه العربيه اثناء طبعا ارتفاع درجات الحراره زي البرفيومز وزي كمان الولاعات وغيرها طبعا من الادوات او الاشياء اللي ممكن تكون سريعه الاشتعال. كل دي نصايح اديتها لنا يعني او بعضها الدكتوره منار غانم، وان شاء الله كده يكون صيف لطيف علينا هذا العام، وان شاء الله كده يعني تبقى الاجواء لطيفه صيفيه. من حالة الطقس تعالوا نتابع حركة المرور النهاردة حركة المرور هتبقى مختلفة عن أي يوم تاني، زي ما كنا دايما بنعتاد نقول إن يوم السبت من الأيام اللي بتبقى فيها طبعا يعني قلة حركة شوية، ولكن النهاردة بداية امتحانات الثانوية العامة، وتحديدا الامتحان بيبدأ الساعة 9، فأكيد هيبقى في حركة في الشوارع من بدري. تعالوا نروح يعني نشوف الحقيقة حركة المرور، ولكن جوجل ماب النهاردة هيقول لنا بقى إيه الأخبار. تعالوا نروح نشوف جوجل ماب. زي ما انتوا كده شايفين اللون الأخضر مسيطر على الخريطة من صلاح سالم، نفق الطيران، الدنيا فاضية حتى الآن، مفيش أي نوع من أنواع الزحام المروري الحمد لله. زي ما حضراتكم كده شايفين اللون الأخضر، كوبري 6 أكتوبر على الجانبين، سواء اللي متجه ناحية المهندسين أو اللي متجه ناحية مدينة نصر أو مصر الجديدة والقاهرة الجديدة، الحمد لله في سيولة في الحركة المرورية. كوبري 6 أكتوبر طبعا دايما بنقول النصايح المهمة لما بنلاقي الطرق فاضية، أرجوكم نلتزم يعني السرعات المقررة وطبعا القواعد المرورية. دخلنا كده على كده داخلين على محور 26 يوليو، زي ما حضراتكم كده شايفين ما زالت الطرق يعني ما فيهاش اي نوع من انواع الزحام الحمد لله، ده شيء مبشر. الحقوا بقى يا اولاد انزلوا قبل الدنيا ما تزدحم، مش لازم ننزل في اخر وقت وفي اخر لحظه،
نبقى في تكدس مروري ويبقى في حالة من التوتر لما نلاقي زحمة، لا نلحق اهو الطرق فاضية وحلوة ونبدأ ان احنا يعني نروح والطرق لطيفة كده وفاضية. وطبعا بكرة اول يوم عمل، فهيبقى برضو ده هيبقى ليه تأثيره انه النهاردة بعد الظهر هتبقى الناس بترجع من الاجازات من المحافظات والاقاليم المختلفة، فده برضو هيكون ليه تأثيره على الشوارع. ولكن حتى الان الحمد لله مفيش اي زحام، فلطلبة الثانوية العامة الطرق حلوة، يلا ابدأوا انزلوا، مش لازم نلحق لآخر لحظة، لا احنا نبدأ ان احنا ننزل بدري. بعد ما استعرضنا مع حضراتكم أحوال الطقس والمرور، تعالوا نروح نشوف دلوقتي أسعار الخضروات والفاكهة مواقيت الصلاة. Thank you.
رجعنا لحضراتكم من جديد. تعالوا بقى ننطلق بفقرتنا الإخبارية اللي بنستطلع فيها مجموعة الأخبار الهامة اللي حصلت في آخر 24 ساعة. أولى أخبارنا الهامة النهاردة إنه بتصرف وزارة المالية للعاملين بالجهات الإدارية للدولة أول راتب بعد أجازة عيد الأضحى خلال الفترة من الخميس 18 يوليو وحتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه. يأتي ذلك بعد تبكير صرف رواتب شهر يونيو خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو قبل أجازة العيد. ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023-2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%. وذلك استمرارا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بجهاز الإدارة للدولة. وراعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة. تعالوا طبعا نروح بقى يعني الخبر مهم جدا وهو تواصل مصر للطيران نقل الجسر الجوي لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية لاستيعاب الحجاج الراغبين في العودة، حيث تسير مصر للطيران اليوم السبت 19 رحلة جوية منها 11 رحلة بخط سير جدة القاهرة وأيضا خط سير الطائف وأيضا طائف القاهرة بخلاف طبعا رحلات خط سير المدينة القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والإسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وأيضا حجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. شكلت أيضا شركة مصر للطيران فريق عمل تضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد انتهاء من أداء المناسك وتحقيق الإنسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة على تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات في مرحلتي السفر والعودة للحجاج، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي. طبعا يعني بنتمنى العودة بسلام إلى أرض الوطن، ومبروك لكل حجاج بيت الله الحرام على أداء فريضة الحج، إن شاء الله كده تكون حج مبرور ويعني تكونوا رحلة موفقة، ونتمنى للجميع اللي نفسه يطلع إن شاء الله يطلع يعني بإذن الله العام القادم، وبإذن الله كده يعني يستقبل الأسر كل يعني كل ذويهم من اللي كانوا حجاج لهذا العام. طيب تعالوا برضو علشان خاطر برضو نطمن على صحة الحجاج وأيضا نشوف إيه الإجراءات الطبية والاحترازية اللي المفروض يقوم بها ضيوف الرحمن الفترة القادمة اللي جايين من السفر، يعملوا إيه مع أهليهم، هل في إجراءات معينة يقدروا يعملوها، وبالتالي وجهت برضو وزارة الصحة بعض النصائح للحجاج القادمين من الأراضي المقدسة، وده لمتابعة أيضا برضو الحالة
الصحية للحجاج، ومنها طبعا النصايح دي، الراحة، تناول المكملات الغذائية، عدم الاختلاط بالأطفال وكبار السن إلا بعد فترة يعني وجيزة أو مقدرة كده بشكل معين، أسبوعين من العودة، وذلك تحسبا لاحتمالات أنه الحجاج يكونوا يحملوا فيروسات مناعية بتسبب طبعا العدوى. تعالوا نشوف برضو إيه بعض النصائح الضرورية. هل فعلا يبعدوا أسبوعين ولا يمكن أسبوع؟ إيه الفترة المقدرة؟ إيه الإجراءات اللي ياخدوها؟ الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين، وحج مبرور لجميع الحجاج، وعودهم سالما لأرض الوطن إن شاء الله. صباح الفل يا دكتور. احنا يعني عايزين نعرف ايه المدة المناسبة اللي يعني الحجاج ياخدوها بعيدا عن ذويهم من الأطفال أو كبار السن، يعني حسبما ان هم يكونوا بيحملوا بعض الفيروسات نتيجة طبعا التجمع والزحام اللي كان موجود طبعا أثناء فريضة الحج. طبعا كده احنا بنعمل كده قفنا على الحجاج وقفنا على ذويهم، لان الحاج نفسه محتاج لراحه تامه بعد مشقه الحج، وطبعا موسم الحج بيحتوي على كثير من الاشخاص والافراد من مستوى العالم، وقد يكون موسم لنقل العدوى لبعض الافراد مثل الانفلونزا او البرد او الكورونا. هنقول للناس هنرجع هنرتاح من اسبوع لاسبوعين، الراحه مهمه جدا 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 بعد مشقه الحج وتعرض الحجاج طبعا لما يسمى بعضهم للاجهاد الحراري. هنقول لهم ارتاحوا، هنشرب سوائل كتير وميه كتير، هنرتاح من اسبوع لاسبوعين، هنتابع حالتنا الصحيه، لو ظهر علينا اي اعراض برد او انفلونزا، رشح، كحه، الراحه التامه مهم جدا، ممنوع استقبال الزوار لمده لا تقل عن اسبوع على الاقل من كل الحجاج لاسبوع، لان اغلب العدوات التنفسيه هي مده الحضانه بتاعتها اسبوع على الاقل، فبالتالي بنقول لهم من اسبوع لاسبوعين راحه تامه، وخلال الاسبوع هنتابع حالتك الصحيه، لو شعرت ببرد، ارتفاع حراره، كحه جديده، هتوجه للدكتور ضروري جدا، خصوصا كبار السن، لان معظم الحجاج من كبار السن ومن اصحاب الامراض المزمنه. هنقول لهم اذا جالك رشح، اذا جالك برد، كحه متواصله، هتوجه للطبيب مباشره، والراحه مهمه جدا جدا، وشرب السوائل والفيتامين والعناصر اللي بتحتوي على فيتامين سي مهمه جدا جدا لكل الحجاج اللي راجعين. طب لو انا حرارتي بسيطه او متوسطه واعراض برد بسيطه، برضه هرتاح حتى ادنى اسبوع، لان احنا معظمنا زي ما قلنا كبار السن، الحاله ممكن تبتدي بسيطه وبالتالي تخش في مضاعفات، فبالتالي معظم الحالات هنقول لهم من اسبوع لاسبوعين راحه تامه، وفي حاله شعورك باي اعراض برد او انفلونزا او كحه هتوجه او ارتفاع حراره هتوجه الى الطبيب مباشره لاخذ العلاج اللازم، لان زي ما قلنا احنا في موسم تجمع، ممكن يجي لك اي عدوى تنفسيه سواء كان برد او انفلونزا او كورونا. يعني ما يختلطوش، يقعدوا في غرف منعزله، صح كده يا دكتور؟ واحنا طبعا انت عارفه من عاده الحجيج استقبال الزوار بعد الحج والتهنئه بالحج، هنقول لهم يا جماعه على الاقل اسبوع راحه، ايه المشكله لما نعوض جسمنا بالسوائل اللي احنا فقدناها، نرتاح حتى ما خلال الاسبوع ما ظهرش علينا اي اعراض برد او انفلونزا، هنتعامل عادي جدا، طبعا لو ظهر هنتوجه الى الطبيب المعالج لينا لاخذ العلاج المناسب، ونطمن الناس حتى العدوات الفيروسيه الفتره اللي فاتت معظمها عدوات بسيطه بيتعافى الشخص منها تلقائيا عن طريق مناعته وعن طريق السوائل وعن طريق الراحه التامه، مفيش قلق، ولكن ده اجراء احترازي، خصوصا لان زي ما قلنا الحجاج معظمهم من كبار السن ومعظمهم من اصحاب الامراض المزمنه، اللي بوجه لهم رساله، مريض السكر هنرجع نتابع سكرك، مريض القلب هنتابع ضغطك، وهنتابع مريض الكلى هتلجا لفحوصاتك الدوريه الفتره دي، ان معظم الحجاج جالهم ما يسمى جزء من الاجهاد الحراري بسبب الموجه الحاره اللي كانت موجوده، محتاجين نشيك عليهم، محتاجين نشرب سوائل كتير، محتاجين عصائر كتير. طب الناس اللي جت حساسيه مفرطه في جلدهم من الحر، خلاص هنبتدي نحط مرطبات، هناخد اقراص الحساسيه، هنعوض جسمنا بسوائل كتير الفتره ديت لتعويض الفاقد اللي تم اثناء فتره الحج، لان معظمنا اتعرض لحر شديد جدا وفقد سوائل كتير جدا، فده هياثر على سكره، هياثر على ضغطه، هياثر على قلبه، فبالتالي نقول له لا، انت هتشوف فحوصاتك الفتره اللي فحوصاتك الدوريه اللي انت بتعملها اعملها دلوقتي، اطمن عليك. ده مهم جدا يا دكتور، يعني هل هو اول ما يرجع يروح يعمل تشيك اب كامل، تحليل دم كامل، الصوره الدم كامله، يعني هل يبدا يعمل ده اول ما يرجع ولا ينتظر بعد اسبوعين من الرجوع ويطمن على نفسه؟ يعني حضرتك تنصحه؟ انا عايزه يرتاح الاول، لان الراحه اهم من لجوء الفحوصات، ان هو يرتاح، الراحه مع شرب السوائل لمده اسبوع على الاقل، بعدها مش بقول له انت اعمل حاجه احنا لقيناها، لا، انت اعمل فحوصاتك الدوريه، لو انت مريض كلى وقصور كلوي اعمل فحوصاتك الدوريه، لو انت مريض سكر اعمل فحوصاتك الدوريه للاطمئنان عليك، لان انت قلنا انت في فتره اسبوع من الاجهاد الحراري والمجهود الشاق
في فتره زمنيه قصيره جدا، اجهاد شديد جدا مع حر شديد جدا هتفقدك سوائل، لا محتاج نعمل لك الفحوصات الدوريه بتاعتك، محتاج راحه، محتاج شرب سوائل، محتاج عصاير كتير، ما تستقبلش زوار دلوقتي، تستنى على الاقل اسبوع. بالنسبه لاستقبال الزوار يا دكتور، بالنسبه لاستقبال الزوار احنا اعتدنا عادتنا الحلوه انه احنا لما يبقى لنا يعني حد بيحج في الفتره دي بنروح المطار وكلنا بنتجمع وبنستقبله في المطار، فحضرتك دلوقتي بتقول ان ده ما ينفعش انه يتعمل دلوقتي يعني حفاظا على حياه او صحه الحاج باسرته. بالفعل كمان يعني بيقول لك بقى فيها قبلات واحضان، ودي طبعا ضد مكافحه العدوى، بتساعد على انتشار العدوات، ممكن كورونا، ممكن انفلونزا، ممكن دور برد، ممكن عدوى جلديه، كل ده لا احنا يا جماعه على الاقل نريح الحاج اسبوع وبعد كده نبقى نزوره في البيت ونشوفه زي ما احنا عايزين، اسبوع على الاقل راحه، سوائل، ارتياح، لان احنا مش صحيح. عايزين ننقل العدوى، مش عايزين نجهد الحاج نفسه، نعمل له مجهود كتير جدا او ننقله هو رخر عدوى، قد يكون الشخص اللي جاي برضه هو ناقل للعدوى والحاج طبعا جاي من فتره حر وموجه حر واجهاد حياتي، ممكن احنا نعرضه هو رخر للعدوى حتى لو ما لقطش عدوى، هو ممكن احنا نديله العدوى وهو جاي صحيا مناعيا لا في مشكله صحيه، معظم الحاج لا هنقول لهم ارتاحوا ما بقاش زوار لمده اسبوع على الاقل، ولو ظهر عليك اي اعراض صحيه هتتوجه للطبيب مباشره. دكتور أمجد الحداد بشكر حضرتك رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بشكرك على النصائح، طبعا احنا عارفين انه بتبقى فرحة وزي الفرح كده بنروح نستقبل الحاج من المطار وبيبقى معاه الأسرة كلها، الوالد والوالدة وأبنائه وزوجته بيروحوا يستقبلوا الحاج، أو طبعا الأم الكبيرة ولادها كلهم بيروحوا يستقبلوها بالأحفاد، عدد حلوة وجميلة ومتفقين عليها، ولكن احنا دلوقتي الأولوية ان احنا نحافظ على صحة الحاج وصحتكم انتوا كمان. طبعا ده كان موسم الحج، موسم زحام، موسم انتشار العدوى، فبالتالي احنا لازم نتعامل بشكل مختلف. اعتدنا على ده كطقوس وعادات لينا حلوة، ولكن دلوقتي الأولوية لان احنا نحافظ على صحتنا، فمعلش خلينا نأجل الفرحة شوية، خلينا نأجل الاستقبال شوية لمدة اسبوع لاسبوعين زي ما الدكتور قال، عشان هي دي الفترة اللي ممكن يكون الجسم حاضن فيها لأي فيروس، نطمن وبعد الأسبوعين نبدأ إن إحنا بقى نعمل اللي إحنا كنا عايزين نعمله أول ما جه الحاج من السفر، ونبدأ إن إحنا نحتفل ونعزم ونعمل كل اللي إحنا عايزينه، وإن شاء الله كده يا رب يجعل حياتنا كلها فرحة وسعادة. طيب طبعا إحنا يعني بقالنا كده حوالي كام سنة والموضوع بيزيد فكرة ارتفاع درجات الحرارة، اختفاء الشتاء شوية بشوية، أصبحت السنة كلها تقريبا حرارة مرتفعة، فصل الشتاء ما بيقعدش غير أيام قليلة، بيبقى فيه موجات كده قاسية شوية في الشتاء، بس يعني مش هو ده الشتاء اللي احنا اعتدنا عليه على مدار الأعوام السابقة، بقى فيه ارتفاع مبالغ في درجات الحرارة حتى تحت الظل حتى بالليل، كل ده أكيد بسبب تأثيرات التغير المناخي اللي كان كل العلماء وخبراء البيئة بينادوا بيه من أكتر من 20 سنة، إنه إحنا هنبدأ نشعر بتأثيرات التغيرات المناخية. أنا فاكرة وأنا صغيرة كنت فعلا بسمع الدكاترة بيقولوا ده يقولوا بعد 20 سنة، فكنا دايما مستبعدين ال20 سنة. ال20 سنة جت وبدأنا نشوف تغيرات المناخ وتأثيرها في الحاضر، يعني كان طول الوقت اللغة الخطاب بتاعت الخبراء في المستقبل في المستقبل، لا المستقبل جه وأصبحنا في الحاضر وبقينا نشوفه. ارتفاع غير مسبوق والعالم كله بيشهده في أوروبا وفي الخليج وهنا إحنا في مصر، ولدرجة أنه في بعض دول في الخليج اتخذت قرارات بتخفيف الأحمال بتاعت الكهرباء بسبب الارتفاع الغير مسبوق. طيب هيحصل ايه الفترة اللي جاية؟ هل هنفضل فعلا زي ما انا شفت كده فيديو انه 2100 هتوصل درجة الظل 80؟ يعني احنا رايحين على فين؟ ونشوف ايه التعامل السليم. الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، صباح الفل. صباح الفل يا سيدة نبيه، ربنا يخليك. صباح الفل يا دكتور، يعني ارتفاع مش طبيعي وبنشوفه اهو في الصيف ده تحديدا، وعمالين كل سنة عن سنة الأوضاع بتاعة الأجواء بتسوء أكتر، مش في مصر فقط ولكن في العالم كله، فشايف حضرتك بقى يعني إحنا رايحين على فين؟ بص أقول لحضرتك حاجة، اللي حضرتك قلت لي بالظبط ده هو ده مظاهر تغير المناخ في مصر. تغير المناخ في مصر كل اللي حضرتك قلتيه اللي هو عبارة عن تداخل ما بين الفصول، تقلص بعض الفصول، أنا بتكلم على الشتاء بالتحديد،
واحيانا بيختفي تماما الفصائل الانتقاليه اللي هو خريف وربيع، بيختفوا تماما. يعني ربيع السنه دي مثلا كان حوالي اول شهر بس منه اللي هو يعتبر ربيع، وبعد كده فوجئنا انه بقى فيه مبكر كله، حتى السفن الفلكي الحقيقي في مصر بدا بقاله 3 ايام بالمناسبه يعني. ولكن بسبب تغير المناخ زي حضرتك ما قلتي بدا يحدث هذا الاختلاف في انماط الطقس، وبدا نحس ان في ارتفاعات كبيره في درجات الحراره. بس في الحقيقه بالنماذج الموجوده وببيانات الارصاد مناخ مصر ما اتغيرش كتير، يعني برضه عايزين الناس تعرف ان مناخنا ده لدرجه ان احنا في شهر بقونه دلوقتي، يعني انا دلوقتي داخل على 10 بقونه. بقونا ده اشهر قبطيه فرعونيه من قديم الزمان، وزمان اهالينا واجدادنا كانوا يقولوا بقونا ابو الحراره الملعونه، او بقونا يخلي الميه تغلي في المعونه. يعني اذا هو الصيف شديد الحراره الصيف المميز لمصر. الجديد في الموضوع ان اصبحت الموجات اطول من اللازم، يعني الموجه اللي كانت بتقعد يومين 3 ايام في من مئات السنين ولا من عشرات السنين، فوجئنا ان الموجه بتقعد الاسبوع وال10 ايام يا دوبك تنتهي لمده يوم او يومين، يحصل انقصاد خفيف، نلاحظ ان في موجه اخرى تليها وبمعدلات اعلى من الحراره. الغريب في الامر بقى يا استاذه داليا ان مع هذا التغير في المناخ الواضح بس مش العنيف يعني، الا ان ممارسات الناس لم تتغير، يعني حضرتك بتقولي دلوقتي لسه الفقره اللي قبل كده، ما زالت الناس ما عندهاش ثقافه توطين المناخ وتغير المناخ وازاي نتعامل مع هذا الشكل من الطقس، عشان كده ده اللي بيعمل مشاكل، مش اللي بيعمل مشاكل ان الحراره بترتفع او بيحصل اختلاف في المناخ الموجود، اللي بيعمل مشاكل هو ان ممارسات الناس بقى مين؟ الناس هي الناس المواطن العادي والمزارع. ايه نوع الممارسات يا دكتور اللي حضرتك يعني بتعنيها انه الناس مستمره وهي دي اللي بتاثر؟ لانه لما بنقعد نتكلم مع ناس بنشوف الكومنتس وبنشوف ردودهم، يعني هو انا لما بعمل كذا هو ده يعني اللي مولع الدنيا، يعني دايما الردود بتبقى فيها القصور في دوره. فاحنا عايزين نعرف ايه الممارسات اللي بتاثر فعلا على الحاضر والمستقبل. اقول لحضرتك حاجه، بعد 21 يونيو دي بقى ثقافه لازم المصري يعرفها، المصري يعني ايا كان وظيفته ايا كانت شغلانته. بعد 21 يونيو اصبحت الشمس عموديه على مدار السرطان اللي هو تحت اسوان. فاصبحت الاشعه الشمسيه قصيره، شديده الحراره خطيره لانها بتخترق الغلاف الجوي باسرع مما لو كانت الشمس مائله نوعا ما يعني. عشان كده لما نقول 39 درجه او 40 درجه بعد 21 يونيو غير 42 و43 في شهر مايو وفي اخر 4 عشان الرطوبه. لا، عشان الطاقه الشمسيه والطاقه الحراريه المرتفعه جدا المصاحبه، عشان كده ما بنسمعش ان في ضربات شمس في شهر 4 و5 مهما كانت الحراره. وبالمناسبه كمان عشان الناس عارفه، اعلى درجه حراره مسجله في مصر هي في الربيع، ال 46 وال 45 والارقام اللي سمعناها دي مش هنشوفها في الصيف، لان لو شفناها في الصيف لا قدر الله هيحصل مشاكل كبيره صحيه لناس كتير، حتى اللي متعودين ان يشتغلوا في الشمس. ولكن الصيف بيبقى حوالين في الصعيد حوالين 44 45 طول الصيف، وفي القاهره والوادي البحري ما بين 38 ل 40 41 بالكثير في الصيف، لان في طاقه حراريه عاليه. ودي اول نصيحه. طب هنا الانسان غلط في ايه؟ يعني ايه اللي عمله هنا من وجهه نظر حضرتك؟ اقول لحضرتك حاجه، الاحتكاك المباشر مع الشمس من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 3 او الساعه 4 لازم اكثره، يعني ما اقعدش ساعه او ساعتين في الشمس حتى لو كانت الشغلانه تتطلب ذلك. اكثر تراكم الشمس على الجسم ان انا اقعد في الظل لمده دقائق، ان انا اشرب سوائل كتير، طبعا ما اشربش سوائل كتير زياده عن اللزوم عشان مع العرق كتير يحصل فقدان لاتزان الجسم. دايما الناس مش متعوده، ملاحظه ان الاجانب تلاقي معاه ازازه ميه لونها اصفر، لون ده عباره عن ايه؟ عباره عن يعني فيتامين رخيص في الصيدليات مش غالي، احط الازازه احط فيها. معلش يا دكتور عشان انا يعني هيحصل خلط، يعني ده بيعمل ايه مشكله في تاثيره على التغيير المناخي؟ يعني ده بيسبب ايه في التغيير المناخي؟ طبعا هو بيسبب ضرر، يعني هو نتيجه ضرر ولكن مش سبب للتغيرات المناخيه. لا، ما انا مش انا عايز اعرف الممارسات اللي بيعملها الانسان بتسبب التغيرات المناخيه. تمام، ده حاجه ثانيه، انا بتكلم على ممارسات الناس اللي مش قادرين يحموا نفسهم من تغير مناخ، ما بتكلمش على العكس. فخلينا في الممارسات اللي يحموا نفسهم، زي ما قلت لحضرتك شرب السوائل الكتير، موضوع الفيتامينات، الناس ممكن تتكبر، انا معقول همسك ازازه فيها لون اصفر ويعني ده يبقى رؤساء جمهوريه في الخارج وقيادات كبيره ورؤساء حكومات بيمشوا بالشغلانه دي، فدي نقطه مهمه. لبس غطاء راس مهم جدا سواء للسيدات سواء للرجال، وخاصه اللون ابيض. طبعا المزارعين واهلنا في الصعيد عندهم الثقافه دي بسبب البيئه الصعبه، فتلاقي ما فيش حد بيمشي من غير غطاء راس.
شاب ابيض واحيانا بيتبلل. طب كان في فيديو يا دكتور محمد انا شفته للامم المتحده انه درجه حراره الارض تحت الظل هتوصل ل 80 في بتق في 2000 ما دي صعبه دي 2100 هيحصل انفلاتات في الحراره ممكن توصل في الظل ل 60 61 وصلت فعليا في مناطق كان من الصعب تماما انها توصل ليها في غرب كندا وفي بعض وسط اوروبا وده اللي عمل عندهم اشكاليه كبيره جدا وخلاهم بعد كل الفتره دي والتعنت وعدم الالتزام بخط الانبعاثات خلوهم يقولوا لا ده في تغير مناخ ولازم نتصرف. ارتفاع الحراره بس ان يوصل ل 80 لا ده يقضي على البشر لو وصل ل 80 في الظل. ما هو كاتبين ده في 2100 توقعاتهم ده في 2100 يا دكتور. طب يعني انا سؤال اخير قبل ما اختم مع حضرتك في بعض الدول وشفناها لاستراليا حصل فيها بعض الحرائق نتيجه التغيرات المناخيه هل في الشرق الاوسط بقى ممكن نشوف ده نوع ده من الكوارث الطبيعيه حتى لو يعني على مدار سنوات؟ ده صعب في ديوالنا ان يحصل حرائق لان في النهايه حرائق غابات والغابات بيبقى غابات محدش يسعها ونواشف واغصان ناشفه واشجار ناشفه والحاجات دي صعب جدا ان تحصل عندنا ولكن ده برضه خلي بالك الناس اللي بيحطوا حاجات فوق السطح سواء في الارياف او في المدن الحاجات دي قابله للاشتعال بسبب الارتفاع الكبير في الحراره مش محتاجه فقط غير ان يكون في حاجه تبدا شراره فالناس تخلي بالها جدا من النقطه دي ويا ريت الموضوع ده يعني الوحدات المحليه وغيره تاخد بالها جدا خلال بالذات نهايه ما تبقى من باونه وابيب انا بتكلم على الشهر ونص اللي جايين بالتحديد يعني دي نقطة مهمة جدا يا دكتور الحقيقة يعني من أهم النقاط اللي حضرتك أثرتها دلوقتي فكرة الحاجات اللي ممكن تتحط على السطوح وتبقى قابلة للاشتعال مع ارتفاع ويعني عمودية الشمس فده مهم جدا إن يعني الواحد ياخد باله. أنا بشكرك يا دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. نقطة مهمة جدا فعلا أنا دكتور محمد فهيم يعني من الحاجات فعلا يعني ما خطرتش في بالي أنا تحديدا إنه فعلا ناخد بالنا من الحاجات اللي محطوطة فوق السطح أو المحطوطة في الروف. الناس اللي بتزرع ياخدوا بالهم لو أنت مثلا زارع حاجات معينة بتبقى حاطط لها بقى كفر كده علشان تغطيها لأنه ده ممكن يبقى سريع الاشتعال. لازم تاخدوا بالكم الناس اللي بتحب تزرع الناس اللي بتحب تحط حاجات في البلكونة يعني قصريات زرع أو حاجة خدوا بالكم ده مهم جدا جدا تحتاطوا للأمر ده. طيب تعالوا نروح بقى حاجات للبنات يعني المرة دي هنختص البنات بنصائح. فكرة انه في بنات وده الحقيقة بالنسبة لي شيء يعني ايه غريب جدا بس في بنات بتعمل كده اللي بتنام بالميك اب انت بتعملي كارثة في بشرتك انك تحطي ميك اب سواء مكسلة تمسحيه او انك انت حاطه بروفيشنال ميك اب مثلا كنت في مناسبه فمستخسراه فعايزه تنامي عشان تصحي تاني يوم يبقى الميك اب هو وطبعا ما بيبقاش هو عادي يعني بنصحى من النوم عادي وبنلاقي ان الدنيا مش زي ما هي احنا كنا حاطينه قبلها بيوم بيبقى الميك اب بيبوظ عادي جدا. ولكن انت بتعملي ايه في بشرتك؟ لا انت بتخنقي بشرتك يعني ده ممكن يكون المصطلح الامثل لانك انت بتحطي اصلا يعني مواد كيماويه. هو اصلا يعني الميك اب في حد ذاته كميك اب ده شيء ضار بس احنا بنضطر له في بعض المناسبات في شغل للتزين ولكن انك انت تنامي بيه دي كارثه. طب ليه كارثه انام بيه وليه بيخنق البشره وبيسد المسام وبيعجز وبيطلع حبوب وبيعمل تجاعيد مبكره؟ تفاصيل كتيره جدا جدا عايزين نعرف بقى تفاصيلها بشكل علمي. الدكتوره ايمان سند استاذ الجلديه بكليه الطب جامعه بنها. صباحك فل. صباح النور. يا اهلا وسهلا يا داليا. صباحك فل. اخبارك مذاكره؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كل خير. فعلا اللي بتنام بالميك اب بتخنق بشرتها؟ قلت مصطلح سليم ولا حضرتك؟ جدا جدا قلتي يعني مصطلح سليم وظريف ويعني شامل بشكل كبير كل الحاجات اللي ممكن نقولها لان بشرتنا دي بتتنفس. انما انا لما احط مكياج وانام بيه يبقى انا كده بقفل مسامات البشره وبخلي البشره بالفعل مش قادره تتنفس يعني مش قادره تجدد نفسها مش قادره تتعامل مع ملوثات البيئه اللي موجوده حوالينا واللي بتاثر سلبيا على البشره فبالتالي بالفعل انا بخنق البشره. المسامات لابد ان هي تكون نظيفه تكون بتتنفس بتقدر تكتسب الاكسجين اللي موجود في الجو
لان بشرتنا بشكل طبيعي بيبقى فيها عوامل بنقول عليها عوامل أيضية. عوامل أيضية ان هي ليها نواتج احتراق، هي بتتفاعل بتاكل ولها مخرجات. المخرجات دي اللي هي الجذور الحرة. الجذور الحرة او الفري راديكلز دي لها تأثير ضار جدا على البشرة، فلابد يكون في عندي عوامل تانية اخرى تساعد على ان هي تصطاد او تتصيد الجذور الحرة دي عشان تمنع التلف التي تحدثه على البشرة. انا لما احط المكياج انا بكتف العملية الحيوية دي، فبالتالي بمنع الخلايا من ان هي تقاوم وجود الجذور الحرة وتتصيد. يبقى انا بدي فرصة الجذور الحرة ان هي تزداد في مسمات او تزداد في ضمن خلايا البشرة. بيحصل ايه بقى لو انا زي ما حضرتك قلت كده العملية دي انا بقيدها، ايه النتيجة وبعد قد ايه بتشوف نتيجتها البنت؟ يعني في فترة قصيرة اعتقد انها بتبدأ تشوف بشرتها اتأثرت. هو بيبقى فيه تغيرات مختلفة، التغيرات المختلفة دي لها عوامل وصول كمان مختلفة. من أول الحاجات اللي تحصل فقد لمعان وحيوية البشرة، لأن هي خلاص العوامل الحيوية وكسبها للأكسجين بيقل، فبالتالي تبقى البشرة عاتمة مطفية مفيش فيها نضارة. لما أزود الموضوع أكتر بيبدأ يظهر التجاعيد، التجاعيد الخفيفة الأول، خطوط الرفيعة خصوصا حوالين العين حوالين الشفايف. لما اهمل الموضوع اكتر تبدا التجاعيد تكون تجاعيد عميقه اكتر، وتبدا طبقه الجلد الميت في البشره تكون سميكه اكتر، فبالتالي برضو البشره تفقد لمعانها ويبدا يظهر فيها نقط مسوده، نقط او تاخد لون بني نسبيا الاول متجمعه في نقاط معينه، بعد كده تبدا النقط دي تكبر تبقى يعني زي بطشه مش مجرد انها نقطه. والبطش دي لما بتزيد بتديني منظر طبعا مش لطيف جدا. طب ايه البروتوكول يعني التعامل مع البشرة قبل النوم تحديدا؟ لابد من غسل الوجه بكل تأكيد، لازم اغسل بالغسول المناسب لنوع بشرتي سواء اذا كانت البشرة جافة او دهنية او بشرة مختلطة. يفضل ان انا استخدم تونر، لان التونر بعد المكياج بالتحديد بيساعد على إذابة المكياج بشكل مناسب، بحيث أن أنا بدي تنظيف أعمق لمسمات البشرة. من الممكن كمان أن أنا أستخدم سكراب خفيف للبشرة، وده برضو حسب نوع بشرتي، ممكن أستخدمه كل يوم، ممكن أستخدمه بس مرتين في الأسبوع، وحسب العمر. كل ما العمر يتقدم أكتر الخلايا الجلد الميتة سمكتها بتزيد في البشرة أكتر، فبالتالي بيبقى مهم جدا أن أنا أستخدم سكراب. بعد ما اشطف بشرتي من السكراب مهم ان انا احط طبقه خفيفه من كريم مرطب يغذي البشره ويرمم اي خدوش ممكن تكون حصلت نتيجه استخدامي للسكراب. يبقى انا كده انا نظفت البشره من عوامل التلوث اللي ممكن تكون موجوده فيها واللي تسد المسام واللي تعمل اختناق للبشره من ناحيه، من ناحيه ثانيه انا وفرت لها المواد المغذيه اللي تساعد على اتمام العمليات الحيويه التي تساعد على اصطياد الجذور الحرة اللي بتظهر بصورة تلقائية في البشرة. أنا بشكرك يا دكتور إيمان سند أستاذة الجلدية بكلية طب جامعة بنها، وبرضو عايزة أقول حاجة مهمة، الميك اب ريموفل ده مهم جدا، يعني ما ينفعش تكوني حاطة ميك اب وتغسلي وشك، لا، ليه؟ لأنه بيفضل الميك اب موجود. الميك اب ريموفل اختصاصه اللي هو مزيل المكياج ده، المادة اللي هي السائلة دي بتشتروه، هو بيكسر وبيدغدغ الميك اب، الحاجات اللي هي متكدسة على وشك مطرح الميك اب، فلازم ميك اب ريموفل هو يدغدغها، وبعد ما تمسحي وشك لازم تغسلي مية. المية مهما غسلتي وشك بالمية والصابون او الكلينر او اي حاجة مش هيدغدغ الميك اب، فلازم تستخدمي الميك اب ريموفل، مهم جدا جدا جدا. طيب احنا النهاردة عارفين انه طلبة الثانوية العامة خلاص بداية امتحانات يعني الثانوية كإضافة مجموع بامتحانات اللي هي مضافة للمجموع، ودي يعني المواد بقى المهمة بالنسبة للطلبة اللي بيبدأوا بقى ان هم يركزوا فيها بزيادة. النهاردة بداية امتحانات اللغة العربية، بكل التوفيق لكل الطلبة. تعالوا نروح نشوف الأجواء كده قبل اللحظات الأخيرة من أمام إحدى اللجان من زميلتنا سالي تراد. صباح الفل عليك يا سالي. you
صباح الخير يا داليا، وصباح الخير على حضراتكم مشاهدي دي ام سي من امام مدرسه جمال عبد الناصر في الدقي. احنا موجودين مع حضراتكم بنرصد اجواء الاستعداد لامتحان اللغه العربيه. النهارده اليوم الاول في امتحان المواد اللي بتضاف للمجموع. بيأدي الاختبار حوالي 745 الف طالب من انحاء الجمهوريه، 58% منهم تقريبا من شعبه علمي علوم. خلينا يعني الاجواء هنا متنوعه ما بين قلق، ما بين ارتياح، ما بين ناس بتفطر لسه، يعني نقترب اكثر من المشهد ونسال الطلاب لو كان في شكوى قبل كده في الامتحانات اللي فاتت وتوقعاتهم ليه كمان الامتحانات اللي جايه. صباح الخير. صباح النور. قولي لي النهارده انت خلاص مستعده للامتحان ولا حاسه لسه في حاجات ناقصاكي؟ يعني لا مش حاجه ناقصاني، بس هو التوتر عشان ده اول امتحان وكمان عربي عليه درجات كتيره وكده. الامتحانات اللي فاتت عندك شكوى منها مثلا في الوقت في الاسئله؟ لا هو الوقت كان يعني صغير شويه، بس الاسئله يعني مثلا في الدين كان في تريكات، تمام، حاجات بره المجموع، مش حاجات بره المجموع، حاجات بره المنهج. بس لكن هم كانوا اسئله من بره المنهج. تعملتي معاها ازاي؟ يعني هي كانت مش من بره المنهج قوي، يعني هي كانت من واحنا صغيرين مثلا عن سليمان تراكمي بقى. بس يعني ايه الماده اللي انت خايفه منها مثلا في المواد الجايه؟ الفيزيكس طبعا. الفيزيكس والكيمستري والحاجات الحلوه دي. ان شاء الله ربنا يكرمك وتجيبي درجات عاليه. انا شايفه كمان مع حضرتك وحضرتك. ايوه. طيب شايفه دايما حرصك ان انت تكوني موجوده معاها في الامتحانات، يعني ازاي بتحفزيها كمان قبل الامتحان؟ بطمنها كده واقفه معاها، حاسه انا متوتره بصراحه. انا يعني حضرتك متوتره اكتر منها؟ انا متوتره لها بصراحه وقلقان عشانها. هي بتعيط لي اصلا يعني. لا ان شاء الله يعني تطلعي مبسوطه من الامتحان وكلكم ان شاء الله. صباح الخير. الاخبار؟ صباح النور الحمد لله. اكيد النهارده امتحان النهارده متوقع فيه مثلا يعني ايه الجزئيه اللي انت خايف منها في الامتحان؟ لا مش خايف من حاجه خالص. الثقه دي سببها ايه؟ ان انا ايه حتى لو في سؤال ما عرفتوش اقول الامتحان اختار، يعني في نسبه 25% ان اختار صح لو هبت، فمطمن يعني. بس احنا مش عايزين تهبد ان شاء الله. عارف الاغلبيه يعني مذاكر. مذاكر. بتعتمد اكتر في مذاكرتك مثلا على الكتب الوزاره، بتعتمد على مثلا مصادر من تانية خارجيه، يعني بتذاكر من فين؟ من الدروس اغلبيه الوقت، الدروس والكتب بتاعت المدرسين اللي باخد معاهم دروس. ربنا يوفقك ان شاء الله. وكمان برضو عايزه اسالك على اكتر ماده متخوف منها مثلا من نوعيه الاسئله، حاسس ان في ممكن تكون اسئله غير مباشره، ولا شايف طريقه الامتحان الجديده ان انت تختار دي اسهل والطف؟ اللي تشوز اسهل طبعا، بس اللي انا خايف منه الفيزيكس والماس شويه، لان احنا عندنا اربع فروع ماس وكده. بس طيب الامتحانات اللي فاتت هل عندك شكوى منها؟ اللي فاتت لا الحمد لله كانت الدنيا حلوه، انما المهمه بقى اللي جايه اللي الدنيا هتبقى مش حلوه. بس في بعض الشكاوى سمعتها بخصوص انه البيانات اللي بتملوها في الورق، يعني هل مثلا انت يعني الوقت كافي ان انت تعمل ده ولا كمان بتشتكي منه؟ يعني على حسب الصراحه، في ناس شايفاها كده وناس انا شايفها عادي الصراحه، الوقت بيجي معايا. متوقع كام في الميه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله فوق ال 85 ان شاء الله. خليني اسالك كمان النهارده على امتحان اللغه العربيه، يعني من خلال مراجعتك للماده ايه الجزء اللي انت متخوف منه؟ هو اكيد النحو، يعني هو اكتر حاجه فيها تفكير واكتر حاجه يعني صعبه طبعا. برضو اللي هو الامتحان كله يبقى متحرر، فدوت برضو حوار يقلق، يعني اللي انا داخل مش عارف اي حاجه، اللي هو انا داخل اكتشف جوه يعني ممكن يجي لي قراءه متحرره مثلا مش فاهمها او كده هوت، فده يوترني برضو، يعني اللي هو ما عنديش فكره عن الامتحان خالص. بس يعني ان شاء الله خير. يعني الوقت كافي بالنسبه لك ان انت تجاوب وتراجع على الاجوبه؟ هو انا ما اعرفش يعني، بس الامتحانات اللي انا دخلتها كان الوقت كان فيها كافي، بس هي كانت امتحانات كانت يعني نسبيا سهله يعني بالنسبه للامتحان زي ده، وبرده كانت اسئلتها قليله برده بالنسبه للعربي 50 سؤال، برده يعني محتاج 3 ساعات افضل قاعد مركز، فبرده حوار الوقت دوت انا لسه ما اعرفوش قوي، بس ان شاء الله يكفي يعني. انا سامع كل الشكاوي من ماده الفيزياء، الشكوى بالنسبه لك بقى او يعني التخوف من ماده ايه؟ تقريبا يعني انا كنت بذاكر كل المواد يعني، ف وكل المواد والله يعني كل المواد انا خايف من كل المواد لحد ما احضر الامتحان انا خايف. يعني ان
شاء الله ربنا يكرمك وان شاء الله تجيب درجات عاليه جدا وتقفل كل الامتحانات. يعني مشاهدينا دي كانت بعض الاجواء واستعداد الطلاب باولياء امورهم الحقيقه، يعني اللي حريصين دايما ان هم يكونوا موجودين معاهم يسندوهم ويشجعوهم ويقروا لهم يعني بعض الادعيه كمان لتحفيز الطلاب قبل دخولهم الامتحان. وزي ما حضراتكم متابعين من خلفي طبعا بيتواجد رجال الشرطه لتامين الامتحانات، امتحانات الثانويه العامه من امام مدرسه جمال عبد الناصر. دي كانت الاجواء من الدقي، والان عوده الى الاستوديو مره اخرى. بشكرك يا سالي تراد على هذا التقرير، ورجعتونا يا ولاد بجد يعني الاجواء الامتحانات والوقفه قدام اللجنه وماما اللي واقفه لي وعماله تدعي لي، رجعتونا. والبنات رايحه زي القمر، انا على ايام احنا كنا الكحكه اللي بنربطها وقاعدين، بس البنات رايحه هاديه ايه وزي القمر وعاملين شعورهم. بس انا ملاحظه ان كلهم لابسين اسود، مش عارفه ليه. ليه يا ولاد؟ يعني روحوا فريش، روحوا لابسين ابيض، روحوا لابسين فوق. ما هي ساليه اهي منورها لكم ومفتحها لكم اهي علشان الدنيا تبقى منوره. فان شاء الله كده يا رب يوفقكم باذن الله ويكرمكم وترجعوا كده مجبورين النهارده وتفرحوا. وايا كان اللي حصل النهارده في الامتحان طالعين مبسوطين، مش طالعين مبسوطين نقفل الصفحه ونستعد للي جاي. تعتبر كنائس حارة زويلة من أبرز الكنائس الأثرية في تاريخ الكنيسة. في عصر البابا يوآنس الثامن البطريرك تم نقل الكرسي الباباوي من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إليها، حيث تأسست عام 350 ميلاديا. سبب بنائها في هذا الموقع لأن الموقع ده أحد محطات العائلة المقدسة لأرض مصر، الرحلة اللي تمت طبعا للعائلة المقدسة، وكانت دي محطة من محطاتها، وجاءت المطرية يعني محطة من المحطات، وأقيم في هذا المكان كنيسة. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المكان وأهميته. معانا الأستاذ إسحاق البجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ داليا، كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. صباح الفل وكل سنة وجميعا طيبين بألف خير كده، وتبقى حياتنا كلها أعياد. أستاذ إسحاق، يعني تاريخ هذه الكنيسة مهم جدا جدا لأنه هي إحدى نقاط المهمة لرحلة العائلة المقدسة. كلمنا أكثر عن يعني تاريخ هذا المكان وإيه اللي تم أثناء الرحلة المقدسة في هذا المكان. هو بالفعل تعتبر منطقة حارة زويلة من إحدى الأماكن الهامة في القاهرة اللي هي زارتها العائلة المقدسة حين وجودها في مصر. طبعا إحنا من أيام بسيطة يوم 24 بشانس 1/6 احتفلنا بمرور العائلة أو بدخول السيد المسيح إلى أرض مصر، ومنها وجوده في حارة زويلة، وكان في احتفالية في زويلة خاصة بهذا الأمر. من الكنائس الهامة اللي في حارة زويلة واللي تعتبر كانت مقرا للكرسي البطريركي المصري السكندري في الشرق، وده من أهم الكراسي الرسولية أو الكراسي البطريركية في العالم، منطقة زويلة، وهي كنيسة السيدة العذراء. كنيسة السيدة العذراء من الكنائس اللي استقر فيها الكرسي البطريركي قرابة 300 سنة. ف 300 سنة بالنسبة لكرسي بطريركي دي موضوع مهم، قرابة 300 سنة كان فيها الكرسي يعني.
من البطاركة المهمين اللي جلسوا على الكرسي في هذه الكنيسة كان البابا متاوس، ويسمى أو يلقب البابا متاوس البابا مت المسكين، لأن كان واحد من الآباء القديسين اللي هم تولوا الكرسي البطريركي، يعني كان بيتردد على هذه الكنيسة كتير. طب الاستعدادات بقى لهذه النقطة تحديدا انها تكون من الخطة الخاصة بوزارة السياحة علشان والتعاون مع الكنيسة طبعا، فكرة انها تكون من ضمن الرحلة اللي هتتم كسياحة، نوع من انواع السياحة الدينية، ايه الاستعدادات اللي بتتم لهذه المنطقة؟ اهتمت وزارة السياحة والآثار اولا بموضوع، يعني من فترة كبيرة اهتمت وزارة الآثار معها طبعا وزارة الثقافة بالترميم، دي أول حاجة تمت في مراحل عديدة في السنين اللي فاتت في الكنيسة. بعد كده طبعا وزارة السياحة والآثار بتهتم حاليا برصد وتطوير الأماكن اللي كانت فيها العائلة المقدسة في مصر، ومنها كنيسة زويلة. فكنيسة زويلة هي كنيسة تعرف بكنيسة السيدة العذراء حلة الحديد، ودي معناها اللي ساعة ما القديسة العذراء أنقذت الرسول متاوس لما كان محبوس والحديد بنحل كالماء أو كالشمع، ودي كانت معجزة وتعتبر اسمها معجزة العذراء حلة الحديد، ومعروفة بها كنيسة العذراء زويلة. كنيسة العذراء حارة زويلة كانت مقر البطريركي، وغير كده إن هي كمان فيها مجموعة نادرة بسبب إن هي طبعا مش مقر بس، بسبب إن هي إحدى المزارات الهامة لرحلة العائلة المقدسة، فيها مجموعة كبيرة من الأيقونات، وتعتبر فيها مجموعة من أقدم الأيقونات في كنائس القاهرة. من أقدم الأيقونات في كنائس القاهرة موجودة هناك في أيقونة للست العذراء، يؤرخها البعض بالقرن الـ14. فيها مجموعة كبيرة من المخطوطات الهامة اللي بتؤرخ للكنيسة وبتؤرخ كمان ل مساحتها قد إيه يا أستاذ إسحاق؟ مساحة الكنيسة الكنيسة نفسها مساحتها تقرب من 400 متر، لكن في ملحقات خارج الكنيسة دي خاصة بيها، يعني حاليا اكتشفوا كمان التهريج القديم اللي هو كان بيحتفظوا به فيه بالمياه للكنيسة أو للمكان كله، لأن المكان كله كان كمان مكان خدمي مش كنيسة يصلوا فيها ويروحوا، لا كان كنيسة ومقر. وبجوارها طبعا اثنين من الأديرة الهامين، دير ماري جرجس ودير العذراء. دير ماري جرجس يعرف بدير قديسة أفروسينا، ودي قديسة في القرن 13، وكان من أسماء دير ماري جرجس كمان دير الخضيري، وده بمعنى الخضيري ده لقب من ألقاب ماري جرجس اللي هو الخضر. وكمان كنيسة دير السيدة العذراء، دير السيدة العذراء الموجود برضه الملحق بحارة بكنيسة حارة زويلة، وده من الأديرة الهامة في الراهب للراهبات. احنا عندنا ديرين للراهبات ملحقين بكنيسة او جنب حارة زويلة. انا لافت نظري كمان جدا جدا، يعني انا لما بسافر بره بشوف، ببقى حريصه جدا لما بسافر في اوروبا تحديدا اشوف الكنائس عامله ازاي. بجد الكنائس المصريه بتصميمها المعماري مختلف تماما وليه مذاق خاص جدا جدا، وحتى ده لافت نظري دلوقتي في الصور، تصميم المعماري من الداخل للكنيسه رائع رائع، يعني انا عايز اتحدث عنه يا استاذ اسحاق. التصميم المعماري لكنيسه حارة زويلة كنيسه العذراء هو تصميم بازيليكي، هاي التصميم الملكي، ورغم كونه تصميم ملكي يعني او ملوكي للكنائس اللي هو طبعا بصفين من الاعمده يواجههم منطقه الهياكل وثلاث اروقه اللي هم بطول طوليه على منطقه عموديه على منطقه الهياكل، الا ان يمتاز طابعها بالطابع الخشوعي اولا عشان هي طبعا كنيسة تحت الأرض أولا، ثانيا كمان إن هي تحت الأرض بأكثر من 6 متر. القصة الثانية إن هي الكنائس بتاعتنا التصميم المعماري بتاعها بسيط من المواد الموجودة، يعني مش مثلا ما فيهاش التكلف اللي هي في الكنائس الأوروبية من الرخام وإلى آخره، بل بالعكس هي بالعكس بساطتها هي في جمالها. وجمالها في بساطتها بالفعل، وكمان فيها كنيسة باسم القديس أبو السفين تحت بناها المعلم إبراهيم الجوهري، أو عملها المعلم إبراهيم الجوهري، وبدأ في الكنيسة دي بالمناسبة أول قداس للموظفين، يعني الموظفين في الديوان عاوزين يصلوا ويروحوا بدري فعملوا لهم كنيسة خاصة
عملها المعلم ابراهيم الجوهر عشان يقدر يصلي الجداز بدري ويروح الشغل بتاعه. فدي اول كنيسه عملوا فيها قداسات لاجل الموظفين. ده طبعا في القرن ال 18 او اواخر القرن ال 18، الربع الاخير من القرن ال 18. فالكنيسه فيها مميزات تاريخيه، فيها مميزات معماريه، فيها كمان مجموعه من الايقونات الهامه والمخطوطات اللي زي ما حضرتك قلت والزخارف، فيها مجموعه من المخطوطات الهامه تعتبر محطه رئيسيه للعائله المقدسه، بالاضافه الى كمان الاديوره اللي هي بتخدمها الكنيسه اللي حواليها. والكنيسه برضو فيها بعض الرفات القديسين اللي هم طبعا سواء استشهدوا او تنيحوا في القاهره ودفنوا في هذه الكنيسه. فالكنيسه بالفعل مزار تاريخي هام يحتاج كثير من الدراسات. طبعا في دراسه مميزه اتعملت على الكنيسه، عملها الاب بولا ساويرس البراموسي، رساله ماجستير عن الكنيسه، ولكن هي تحتاج اكثر واكثر ومزيد من الدراسات بكنيسه حرس زويلة. مصر يعني مليانه بالحقيقه يعني هنقول بذهب من الاثر، يعني من كنائس وجوامع واثار، يعني مصر الحقيقه ملتقى حضارات واديان رائعه جدا تحتاج يعني دراسات ودراسات. يعني يا استاذ اسحاق، يعني الكنيسه دي في حد ذاتها زي ما حضرتك قلت تحتاج دراسات كتيره جدا جدا، انها كنيسه مهمه جدا تاريخيا ودينيا وتتحط على خريطه السياحه وتجذب السياحه، فهي مهمه جدا ان احنا نعرف تاريخها، عشان كده كنا حريصين النهارده ان احنا نسلط الضوء عليها. انا بشكرك الاستاذ اسحاق البجوشي عضو لجنه التاريخ القبطي. زي ما قلت مصر غنيه قوي قوي جدا جدا، احنا بس يعني نبدا ان احنا نبحث كده عن اماكننا ونشوف، لانه البره شطار قوي قوي في ان هم بيعرفوا يسوقوا، بيبقى عندهم حاجه صغيره كده ويعرفوا يعملوا عليها هليله. احنا عندنا حاجات كتيره قوي قوي، فمحتاجين فعلا احنا تسويق داخلي وخارجي، لانه مصر فعلا غنيه زي ما انا قلت. طيب تعالوا بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنبدأ بقى الفقرات الحوارية لـ8 الصبح، وهتبدأ فقرتنا الأولى عن إزاي إن إحنا نتعامل مع أبنائنا في امتحانات الثانوية العامة، وبعد كده هنستكمل فقرات 8 الصبح. إذاعة جمهورية مصر العربية. المنادينا يهدف صبح إشراق. إذاعة جمهورية مصر العربية من صباح الصباح محلى والشمس ديما. رجعنا لحضراتكم من جديد، بداية فقراتنا الحوارية النهاردة عن امتحانات الثانوية العامة، انه ازاي ندعم ابنائنا. ابنائنا منقسمين اتنين الحقيقة، في اللي متوتر وقاعدة عمالة تذاكر يا حبيبتي بس هي متوترة وطول الوقت حاسة انها ما عملتش اللي المفروض تعمله وتخش الامتحان متوترة وما بتنامش، وفي بقى اللي ايه عمال بقى طبعا ايه مفيش خالص بقى كده مهوي على الدنيا كلها ومفيش والدنيا هاديه ومفيش اي حاجه انه عنده امتحان ويا حبيبي قوم ذاكر ما بيذاكرش. فاني منهم الصح والتعامل ازاي مع الاثنين وازاي بشكل عام ندعمهم عشان نعدي بالمرحله المهمه دي؟ ده هنعرفه مع الدكتوره عائشه العطار الخبير التربوي والباحث في التعليم والطفوله. صباح الفل. صباح الفل يا داليا، يا رب تكوني بخير، وولادنا في الثانويه العامه بندعي لهم من قلوبنا ان شاء الله بالتوفيق. صباح الفل، وبادئين بابتسامه اهو ليهم عشان نديهم طاقه ايجابيه في بدايه الامتحانات. نوعين من الطلبه زي ما انا قلت، طالب اللي والطالب اللي قاعد فاهمه ماسك كده مروحه وعمال عادي جدا، بتفضلي انهي منهم؟ يعني شايفه مين فيهم اللي بيأدي حلو في الامتحان؟ يعني والله هي دي بتعتمد على الطالب نفسه طبعا والبيئه اللي الطالب طالع منها، البيت اللي الطالب طالع منه، قد ايه هو كان prepared او متحضر للامتحانات.
الاثنين هنلاقيهم عادي موجودين، بس ده مش مقياس، يعني الشكل اللي احنا بنشوفه من بره مش مقياس ابدا للبرفورمانس او الاداء اللي هو هيطلعه بعد كده في الامتحان. الثانويه العامه احنا كانوا دايما بيتقال لنا ان دي عنق الزجاجه، يعني هي دي اللي هتحدد بقيه حياتك هتبقى عامله ازاي، وكانت من الحاجات المهمه والصعبه جدا والفترات الصعبه جدا في حياتنا احنا واحنا صغيرين. في الوقت الحالي طبعا انت عارفه التحديات بقى اللي موجوده في المجتمع والتطور اللي احنا واصلين له، النظم التعليميه كلها دلوقتي برضو لا تزال عندها هذا الجزء من الامتحان وهذا الجزء من الخوف وهذا الجزء من التوتر. انا بعتبره نوع من انواع التحضير للحياه العامه، يعني هي اول خطوه في خطوات او اول تشالنج او تحدي بيقابلنا في حياتنا. التحضير اللي احنا بنتحضره للمشاكل اللي في الحياه بعد كده بيبتدي بالثانويه العامه او اللي هي شهاده الصف الثاني عشر على كافه الليفلز، يعني مش بتكلم بس على تعليم مصري، انا بتكلم حتى بالنسبه للتعليم برضو مثلا البريطاني او الانترناشونال، مثلا البريطاني الامريكي الفرنساوي ايا كان السيستم. فهي لا تزال جزء الامتحانات ده من اصعب الاجزاء اللي الطالب في الاول بيمر بيها قبل ما يدخل في امتحانات الجامعه والامتحان الكبير اللي هو الموجود في الحياه. طيب عايزين نتخيل شكل بيتين، يعني صورتين لاسرتين، اسره داعمة وأسرة غير داعمة. هو معقولة هيبقى في أسرة غير داعمة؟ اه طبعا بيبقى موجود، بس هم يا حرام بيبقى من غير قصد. تمام. طيب شكل الأسرة الداعمة أو صورة الأسرة الداعمة، الإيمج بتاعت الأسرة الداعمة لولادها بتبقى عاملة إزاي؟ يعني هي دي برضو إيه عايزين نتكلم فيها شوية. طيب الأول أنا كأم أو أنا كأب، إحنا عارفين طبعا كلنا ومسلمين إن ولادنا بيجوا بيغيروا فينا حاجات كتير جدا، وإحنا مش عايزة أقول بنتربى معاهم. يعني لو انا كأم او كأب وانا عندي ديدلاين في الشغل او عندي ميعاد تسليم او عندي بروجكت كبير او برزنتيشن كبيره، وانا طول ما انا قاعد متوتر ومصدر التوتر دوت لولادي، فانا قطعا ولادي هيطلعوا نفس القصه. بقى سيبك بقى من قصه الثانويه العامه، اي امتحان هيمروا بيه انا هم هياخدوا نفس الاداء اللي انا بعمله ده وهياخدوا نفس التوتر ده، لان الاهل هم المصدر الاول للثقه. فانا اول شكل للاسره الداعمه ان انا نفسي بكون هادي في حاجتي انا الشخصيه قبل ما تكون حاجه اولادي، قبل ما يكون امتحان اولادي. دي نقطه لازم نخلي بالنا كويس قوي من الكلام اللي بنقوله لبعض، حتى كاب وام سواء قدام الولاد واحنا فاكرين ان هم مش سامعيننا من وهم صغيرين. تحضير للثانويه العامه مش بيبتدي بس وقت الامتحانات، ده احنا بنبتدي من قبلها بسنين كتير. تمام. الاسره الثانيه او الشكل الثاني لسه الولاد، احنا مش بنتكلم على الامتحانات خالص، انا بتكلم على اب وام داخلين عندهم برزنتيشن وقايمين، او عندهم مثلا ديدلاين تسليم مشروع معين او حاجه، واحنا قايمين بنتخانق من الصبح وماشيين راكبين العربيات بنتخانق في الشارع. فكل الصوره السلبيه ديت او المتوتره اللي بتوصل لاولادنا هي دي اللي هتكمل معاهم بعد كده. فانا اول دوري انا كاب او كام ان انا لازم الاول انا نفسي اكون هادي، اعلمهم، هما بيتعلموا الحاجات دي مني انا في الاول. ازاي اكون هادي في المواقف اللي هي اللي بتخليني اشتغل تحت ضغط. الثانويه العامه ضغط، مش حاجه سهله. زيها زي اي حاجه تانية ضاغطه في حياتنا. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه، الانسان اللي بيقعد يلوم نفسه، انا عملت وحش، انا البرزنتيشن بتاعتي كانت وحشه، او الطالب اللي هو اللي بيقعد يلوم نفسه، طيب انا كاهل دوري ايه؟ انا بعمل لهم ايه؟ يعني تفتكري انت انا المفروض اعمل له ايه؟ اللي هو طالع من الامتحان انا حليت وحش جدا، انا هنا انا لازم اكون بقدم لابني دعم معنوي اهم بكتير من النتيجه. يعني الكلام اللي عاده لازم نقوله لهم انه انت ذاكرت وتعبت وعملت اللي عليك، التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وقطعا يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيعمل لنا حاجه وحشه، وهو حاططنا في دايركشن او حاططنا في اتجاه، سواء اتوفقت في الامتحان ده او ما توفقتش، مجرد ان انا عملت اللي عليا فانا اكتسبت مهاره. هنا بقى يجي دور، فاكره لما كنا بنتكلم على الوظائف اللي هتتغير والوظائف اللي هي احنا مش هيبقى دايما عندنا الاتجاه العام بعد كده في العالم كله ان كل اولادنا يطلعوا دكاتره وكل اولادنا يطلعوا مهندسين او يدخلوا كليات القمه. ما هو ده اللي عايزه اثير بقى فكره بعبع كليات القمه، انه كلنا عايزين ولادنا دكاتره، كلنا عايزين ولادنا مهندسين، كلنا عايزين المجموع اللي فوق ال 100% علشان احنا بس كده نرتاح. خاصه المقارنات برضو عايزين نتكلم عنها. بس فكره ان احنا عايزين نوعي الاهالي انه اصبح سوق العمل مختلف،
ومحتاج مهارات اكتر ما هو محتاج درجات. بالظبط بالظبط. احنا هنا ايه، انا بحب جدا اقول للولاد يا ولاد يعني دي مقوله انا قريتها وبتعجبني جدا، هي متعه الرحله في الطريق مش في الوصول. يعني الطريق اللي انا باخده علشان انا اولا طبعا نرجع تاني لقصه الاسره الداعمه، الاسره الداعمه بتبقى دايما حاطه لاولادها، مساعده اولادها في ان هم يحددوا هدف. انا مش بدخل الامتحان بس علشان انا عايز اجيب مجموع عالي، لا انا لما اكبر انا عايز ابقى كذا، انا محتاج علشان اوصل للهدف بتاعي ده احط خارطه الطريق وابتدي امشي عليها. عشان كده بقول لك ان الموضوع بيبتدي من بدري شويه، الاسره الداعمه بتبتدي من بدري شويه، بتحط اهداف مع اولادها. الهدف دوت بيتماشى مع ايه؟ بيتماشى مع امكانيات ابني. أيوة. يعني انا مثلا الليرنينج ستايلز او انماط التعلم اللي انا ابني بيتعلم بيها دي حاجه من الحاجات اللي انا لازم افكر فيها. هو زي ايه انماط؟ انماط التعلم يعني مثلا هل انا ابني مثلا بيتعلم اكتر بشكل حركي، بيتعلم اكتر بشكل بصري، الحاجات اللي بتساعده على التعلم ديت دي اسمها انماط التعلم وليها اشكال مختلفه. في طفل بيستمعي بالظبط كده، يعني الطفل في طفل اكتر لازم يمسك حاجه ويشتغل بيها، ايديه تتحرك او جسمه يتحرك وهو بيتعلم، ده كده بيتعلم بشكل افضل. في طفل تاني لا، لو لازم يشوف الحاجه بعينه، مش لو سمعها مش هيتعلمها او مش هيحفظها. في طفل تالت لازم يعني عارفه يكون بيحرك ايده وهو بيكتب مثلا. فانا احب اكتر ان الاهل يقروا اكتر عن موضوع انماط التعلم ده، واساعد ابني ان انا اختار انا الذكاء بتاع ابني ايه، هل ذكاء سمعي، هل ذكاء حركي، يعني هل ذكاء فني، اختار الهدف بتاع ابني بشكل واقعي. ما بقاش عارف مثلا ان انا ابني هو الميول بتاعته مثلا كلها فنيه وكلها حاجات هاديه، واروح احطه مثلا في سياق كله حركه زي مثلا كليات الهندسه مثلا او كده. يعني احيانا بحس ان الاهداف اللي الاهالي بتحطها للولاد بتبقى غير واقعيه، واهدافهم هم مش اهداف الولاد. بالظبط كده، بيبقى احيانا ده احيانا كتير انا عارف مصلحته، لا ومش كده كمان، واحيانا بتبقى حاجه يعني فاميلي ليجاسي او يعني حاجه للعيله، يعني الاب دكتور والام دكتوره والعيله كلها دكاتره، فبيحسوا انه صعب شويه ان الابن يطلع عارفه يشط عن الطريق بتاعهم يعني او يشد عن الطريق بتاعهم. فهي مش كده، انا طبعا يعني بفضل اكتر ان الاهل والولاد يتكلموا مع بعض، احنا بنحط الهدف ده مع بعض. الاهل هنا وجودهم مهم كموجه وكداعم، ان انا بحط له خطه العمل مثلا، احنا انت دلوقتي عايز تدخل كليه كذا، يبقى انت لازم يفهم من الاول ان الكليه دي هتتطلب منك مجهود 1 2 3، هتتطلب منك حاجات معينه مثلا زي امتحانات القدرات. وحاجه مهمه كمان ان احنا بعد ما نخلص امتحانات الثانويه العامه ونخش الكليه ونخلص امتحانات الجامعه، بنلاقي الكورسز بتاعه الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز، المهارات بيروح الطالب ياخدها او الانسان بقى ياخد. بالظبط. ودي مشكله ان انت أيوة. فضلت مركز سنين على ورق فقط وكلام فقط وسبت المهارات. بالظبط. والمهارات لا تعلم بكورس يا جماعه 3 شهور وشهر. لا 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 خلينا متفقين. بصي هي انا دلوقتي احب اقول للاهل كلهم تعالوا نرجع خطوتين كده لورا ونشوف احنا ايه هو الهدف من التعليم. انا ليه بعلم ابني؟ الشهادة. انا بعلم ابني مش خلينا واقعيين، المصريين يعني بيحبوا الشهاده. بالظبط، يعني مش ما بحبش اعمم برضو، بس هل ممكن مثلا نتفق كلنا ان احنا انا بعلم ابني انا عايزه في الاخر هدفي من تعليمه ان هو يطلع فرد صالح قادر على التطور والتطوير، قادر على الوفاء باحتياجاته ناحيه نفسه، يفهم مسؤولياته وواجباته ناحيه نفسه اولا وناحيه اسرته مجتمعه ووطنه، الارض اللي هو عايش فيها او الكوكب اللي هو عايش فيه. فهل ده يا ترى هيجي بس بمجرد منهج او محتوى؟ لا طبعا، هو ده بيجي بعباره عن مجموعه من المهارات اللي هو لازم يتعلمها. قبل ما هو يتعلمها انا لازم الاهل نفسهم يكونوا عارفين النقطه دي، يكونوا عارفين ان انا لازم اشتغل على المهارات مع ابني من بدري. زي اسمها بنسميها مهارات القرن 21. يا جماعه الانترنت ما سابش حاجه دلوقتي، انا كاهل مش محتاجه ان انا اروح اخد كورس علشان اعرف الكلام ده. انا لو دخلت بنفسي يعني في اهالي بتثقف نفسها وبيعجبوني جدا لما بكون بتكلم معاهم، بنبسط منهم جدا، مش محتاجه ان انا اروح اخد شهادات. دلوقتي العالم كله اصبح قريه صغيره، فاقدر اعرف كل الكلام ده واقدر اوصله لابني بشكل مبسط واساعد ابني في اختيار الطريق بتاعه. تمام. الصوره الثانيه بقى او البيت الثاني اللي هو الغير داعم لاولاده، هم اصلا مش بيفكروا بالشكل ده، هو بيفكر دايما بشكل كومبتيتيف او متنافس. انا هبتدي اقول لابني يعني هبتدي اصدر لابني فكره انه مش هينفع خالص ان حد مثلا من قرايبك او من اصحابك او كده يجيب مجموع اعلى منك،
هنبتدي بقى فكره المقارنه، ان انا بقارن ابني بالناس اللي حواليا. طب ليه زميلك عارف يحلها وانت ما عرفتش تحلها؟ طب الدرجات مثلا خلال السنه، مثلا درجات اعمال سنه، هو ليه بيجيب اعلى منك؟ أسوأ حاجه ممكن الاهل يعملوها مقارنه ولادهم بناس تانية، حتى مقارنه الاخوات ببعض مرفوضه. انا لما احب ابني يقارن نفسه بحد، احب ابني يقارن نفسه بالنسخه الجديده بتاعته. هل انا اتطورت؟ هو ده اللي انا عايزه ابني دايما يفكر فيه. انا بقارن نفسي بنفسي، اتطورت قد ايه؟ ايه هي ما هي المهارات التي حصلت عليها خلال رحله التعلم بتاعتك؟ تمام. المقارنات دي ابسط حاجه فيها بعد كده بتبقى انعدام الثقه بالنفس، بتبقى انعدام الثقه بالاهل. الولاد هيبتدوا يبقى عندهم سيلف داوت، يبتدي يشك في نفسه، ما يبقى مش متاكد ابدا من قراراته، ان هو قادر على اتخاذ القرار السليم، لان هو دايما بيتقارن بناس ثانيه. فبدايه خطوات بناء الثقه بالنفس بالنسبه للولاد بتيجي من الاهل. في ايه؟ في ان انا مش بقارنهم بحد ثاني، انا دايما مركزه معاه هو على التطور بتاعه هو، لان احنا اولادنا مختلفين، مختلفين في قدراتهم، مختلفين في الظروف اللي حواليهم. ممكن يكون طفل شاطر جدا، حصل له البيت بيحصل له ظروف وقت الثانويه العامه، مشاكل مثلا بين الاهل، حد تعب، لا سمح الله حد تعب اضطر انه ما يخشش امتحانات. في اولاد بيبقى عندهم بطولات حاجات. ف مش عايزه نختصر فكره التعلم او فكره الثانويه العامه او فكره تطور الانسان في شهاده وورق ودرجات. انا بحس ان ده يعني ظلم للطالب او ظلم للطفل او ظلم للانسان. يعني حضرتك شايفه انه مرحله الثانويه العامه ناخدها من مبدا انها مرحله من ضمن مراحل مهمه في حياتنا؟ بالظبط. هي ستيب، نعمل اللي علينا ونسيب بقى ربنا هو اللي يقرر مصيرنا. بالظبط. احنا نعمل اللي علينا ونحاول نستمتع. التوتر يعني كم من الاولاد اللي بسمع عندهم حالات من الانكزايتي او التوتر، مش بينام بالليل، مش عنده على طول مغص، عنده مشاكل في المعده، بيرجع قبل الامتحانات. طب ما هو يا جماعه هو النوم ده، هو انا اقل حاجه لازم انامها قبل الامتحان من 8 ل 10 ساعات علشان تبقي فاهمه. ايا كان وضعي في المذاكره، انا المفروض بادية مذاكرتي من بدري، فايا كان وضعي في المذاكره مش هينفع اقلب يومي يبقى الليل ينهار ونهاري ليل، لان بيطبقوا. احنا بيبقى عندنا هرمونات في جسمنا بتشتغل بالنهار مع الصحيان، عارفه بدري بركه في البكور، فالهرمونات دي كلها بتشتغل احسن بالنهار. احاول اظبط يومي، ان انا يومي يبقى مظبوط، ما اسهرش، اقلل الكافيين. يعني كل الحاجات اللي بتسبب التوتر دي، ما الكافيين سبب كبير جدا من اسباب توتر الولاد. ان انا الولاد اللي انا الام يا حبيبتي اللي قلقانه على ابنها، فطول ما هي قاعده تروح تعمل له في شاي وتعمل له في قهوه، لا هي كده فاكره الاكل هي كده لا انا مع صواني الاكل بجد. وانت معاها؟ انا مع صواني الاكل، لانه لا، الهيلثي دايت ده او الاكل الصحي او يعني بصي انا بقول تب كده او كبسوله كده للامهات، يعني نوع من انواع الاهتمام بالولاد، ان انا اوفر لهم الاكل الصحي ده، ابعد خالص عن الوجبات الجاهزه او الوجبات السريعه اللي هي بتسبب تخمه من كتر الحاجات المقليه دي، بتسبب تخمه للولاد وبتخليه عارفه مش شايف مش عارف ازاي كده يعني. فانا لا، اهتم اكتر في الفتره دي بالاكل الصحي، ده نوع من انواع الدعم. اهتم اكتر بالنوم، اشجع اولادي ان هم يناموا، وادي له فقره ترفيهيه في اليوم. دي لازم دي انا كنت لسه هقول، اولا يعني انا لو بساعد ابني مثلا، بان انا في احيانا امهات بتبقى بجد فيري سبورتيف وداعمه جدا لاولادها، تقعد تعمل له جدول للمذاكره. مهم جدا يا جماعه جدول المذاكره ده يبقى بالانسد كده او متوازن. اخيره، ادي له كده خيار انه مثلا انت تقدر تاخد راحه مثلا 5 دقائق كل 25 دقيقه، ولا تحب تاخد نص ساعه مثلا كل ساعتين. اهتم جدا بالبريكس دي، لان البريكس دي مهم جدا. واي نوت تخرجوا ساعتين في اليوم، يخرج يعني بصي اي حاجه هتساعد، يلعب رياضه، يتمشى. الرياضه دي حاجه مفروغ منها، يعني هو ما عندوش وقت. لا على فكره عادي، هو ماسك الورقه بتاعته لو هو قاعد بيلف، او ماسك الملزمه بتاعته اللي بيذاكر فيها لو هو قاعد بيلف في اوضته، يعني ما يبقاش دايما قعدته على المكتب. الحركه بتجري الدوره الدمويه، بتخلي المخ الدم يوصل للمخ بشكل سريع ومستمر، فدي حاجه مهمه جدا. طبعا نوع من انواع الدعم اللي ممكن الناس ما تبقاش واخده بالها، يعني هي في اهل مش هتاخد بالها من ولادها، لا بس انا ممكن اديله التيب دي. هو هينسى وسط المذاكره وسط الاسترس، انا لازم كل شويه ارجع ما زودلوش الاسترس او التوتر، ما اقعدش اقول له على فكره انت فاضل لك كذا، انت فاضل لك يومين وانت قاعد عمال تلعب. أيوة أيوة. هما مش محتاجين ده خالص مننا دلوقتي. يعني عايزه اقول مثلا فتره الاعداد للامتحان قبل الامتحان مثلا بكام شهر،
احنا قاعدين بنشجعهم على المذاكره، بنديهم دايما بوزيتيف فايبس او بنديهم طاقه ايجابيه، ان شاء الله هتعمل كويس، حتى لو هو متشائم لا خليني دايما انا حاطه نفسي ايجابيه وبضحك على طول، حتى لو انا من جواه مش واثقه فيه او متوتره او قلقانه منه او من لازم اصدر له الهدوء، هو لازم اصدر له الهدوء. وقت الامتحان نفسه احاول اساعده وادي له تيبس اند تريكس كده، علشان هو نفسه مثلا ايه انت وارد من التوتر مخك مثلا يقفل، تحس ان انا نسيت كل حاجه. في تيب حلوه قوي انا بحب اقولها للولاد لما في امتحانك، لما تحس ان انت مخك قفل ومش فاكر، بليز فكر، حاول تفصل دماغك كده، فكر في ثلاث حاجات تقدر تشوفها وتشمها وتحس انك انت مثلا ضايق طعمها او لمسها، يعني فكر في حاجات في الاكل لا عادي ممكن يفكر في البحر فكر في الساحل فكر انك بتعوم في الميه يعني افصل كده دقيقه ولا حاجه علشان تعرف ترجع تاني. انا بشكرك دكتور عائشه العطار خبير التربيه والباحث في التعليم والطفوله، وبرده انا شفت برنامج طبي بجد قالوا انه يعني حاجه علميه انه مخ الانسان بجد يا اولاد هنا ليه كده تو بوينتس كده بيوصلوا لبعض، لما بتحس ان الدنيا زنقت وبلكت ومش عارف تستوعب انزل اتمشى نص ساعه، اما بيجري الدم في التيوب دي من هنا لهنا بترجع تلاقي نفسك انك لما كنتش عارف تحله حليته، لما كنتش عارف تذاكره ذاكرته، بدات تستوعب. فالرياضه مهمه حتى لو نص ساعه حوالين البيت، مش بقولك تروح جيم وتضيع وقت، لا امشي حوالين البيت نص ساعه حتى لو هتجيب لنفسك ايس كريم وترجع تاني على البيت. دكتور عائشة العطار بشكرك جدا، وانتظرونا بعد الفاصل واستمرار فقرات 8 الصبح. رجعنا لحضراتكم من جديد بآخر فقرات 8 الصبح. طبعا كلنا قضينا فترة أجازة طويلة عشان العيد، واللي سافر واللي قاعد في القاهرة أيا كان، هي فترة أجازة، فترة الأنتخة، فترة الراحة. الرجوع بقى للشغل بكرة بعد فترة استرخاء كده طويلة بتبقى صعبة شوية. طيب ازاي ان احنا نرجع تاني بقى الحماس للشغل تاني، ونخش بقى لحالة النشاط بعد حالة الكسل اللي احنا كنا فيها؟ ازاي نظبط ساعات نومنا؟ ازاي نرجع الطاقة الإيجابية ونحب شغلنا بعد أجازة طويلة؟ ده هنعرفه مع الدكتور رأفت شحاتة، أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية. صباح الفل. صباح الخير يا داري حلو. أخبار حضرتك طيبة. وحضرتك طيب دكتور رأفت؟ نمنا وارتحنا ورحنا البحر وصيفنا بدري وراجعين للشغل بكرة، بيبقى اليوم الأولاني ده اللي هو اليوم اللي هو محدش يكلمني، فإزاي أرجع بطاقتي الإيجابية تاني للشغل بعد فترة أجازة طويلة؟ اللي شدني حاجة على السوشيال ميديا غريبة شوية، يعني هي تثير الانتباه ولازم المجتمع يركز فيها، انه صورة محمود عبد العزيز في فيلم إعدام ميت وهما بيزقوه على الإعدام، ويقولك ده شكل الموظف بعد الرجوع من الأجازة. الصورة لا لازم نتأمل فيها شوية، لأن هي معانيها خطيرة شوية، معبرة جدا. أنا عندي أربع احتمالات أو أربع أسباب ممكن تكون تخلي الموظف يبقى بالمنظر ده أو بالصورة الذهنية دي، وتخليه يحس إن هو كده. ما هي ملهاش غير أربع تفسيرات، يا الموظف كسول بطبعه ودي قصة هنلاقيها مع جزئية قليلة من الناس، يا إما بيئة العمل سامة فأنا كاره أرجع الشغل، يا إما حمل الشغل عنيف، يا إما أنا محطوط في وظيفة مش بتاعتي. فلازم كل واحد من اللي حاسس الإحساس بتاع محمود عبد العزيز في فيلم إعدام ميت يسأل نفسه أنا مين في الأربعة دول؟ يا إما أنا كسول، يا حاجة كسولة مش عايز أشتغل طول عمري، يا إما بيئة سامة، يا بيئة العمل سامة، يا إما حمل الشغل زيادة عليا، يا إما أنا محطوط في وظيفة بكرهها مش بتاعتي. أنا لو مثلا أنت حاجة بتشتغلي كمذيعة في القناة هنا، لو أنت بتحبي شغلك بستناه بصراحه كل اسبوع، هتنبسطي في الاجازه مفيش مشكله، ان دي بتجددي طاقتك، لكن مش معنى كده تبقي راجعه وانت متضرره، لان في حاجه غريبه. لا فلازم نسال نفسنا السؤال ده، لانه دي حاجه مش طبيعيه. البني ادم مفروض بعد قسط معقول من الرحمه، يعني احنا عندنا 9 ايام مفروض نرجع بطاقه يعني مقبلين على الشغل، عندنا نحافز، لكن كون احنا نرجع بدون حافز دي حاجه غريبه جدا. ليه يعني الاجانب بنشوفهم بياخدوا اجازات بس بيقولوا الاجازه دي مهمه عشان تو ريفرش اور سيلفز تاني عن فكره الشغل بقى، نرجع تاني ان احنا بيبقوا مبسوطين هم راجعين. ما هو الحافز في الوظيفه ده ليه 3 حاجات، عشان انا بشتغل وظيفه انا وهرجع لها وانا عندي حافز، وظيفه اكون بحبها متناسبه امكانياتي بتجيب لي فلوس كويسه، وخلي بالك من الثلاثه،
لان لو وظيفه انا بحبها ومتناسبه مع امكانياتي ومش بتجيب لي فلوس كويسه، هبقى راجع متضرر لاحساسي ان انا ببذل مجهود اكتر من العائد اللي بيجي لي. وفي نفس الوقت لو بتجيب لي فلوس كويسه بس مش حاببها، هبقى متضرر منها. وفي نفس الوقت لو وظيفه كويسه بتجيب لي فلوس وحاببها بس مش متناسبه مع امكانياتي، بتعب وانا بشتغلها. فشوف المعادله صعبه. فانا لازم يعني احمد حلمي، هو طبعا مش احمد حلمي اللي قال القصه دي، كان جورج برنارد شو لما قال لك اعمل ما تحب، سوري، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فمستحيل واحد يفضل 20 سنه في المرحله الاولى حب ما تعمل، يعني انا بشتغل وظيفه مش حاببها عشان انتظر ان انا اروح للمرحله الثانيه، فدي حاجه غريبه. طيب يعني الاربع انماط اللي حضرتك ذكرتهم اكيد طرق الحل مختلفه لكل واحد. يا حقيقة. طيب ايه الحاجات الحلول الكومن اللي تجمل لانه لا مش حل كومن، هو كل حاجه منهم. طب ما هو الكسول هيفضل كسول، واللي بقته سما مش هيغيرها، واللي شغله تقيل عليه، بس بقته سما دي مش مشكلته هو، دي مشكله الشركه. طب ما هو مش هيغير بقى الشركه. لا يبقى ده مش دوره. اه ما لا ينفع يغير الشركه. لو انا بشتغل في شركه فيها بيئه سامه، ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن اكون بشتغل وما باخدش حقي. مفيش بديل يا دكتور. الناس اللي حواليا طب وانا مش هبقى منتج ليه؟ انا بشتغل في شركه كل الناس بتهاجمني او بتحاربني عشان انا مثلا شخص ناجح، ايه اللي هيحصل؟ هفشل. طيب اللي حمله تقيل زي ما حضرتك قلت، مش يفضل قاعد فتره لغايه ما يلاقي مكان تاني. انا مش بقول له امشي دلوقتي، مش منطقي انك انت اتحطيتي في بيئه سامه فتمشي دلوقتي وما عندكيش بيئه اخرى او ما عندكيش بديل اخر، لا كملي. لكن في الوقت ده، وبعدين خلي بالك انت لما تكوني بتشتغلي في مكان، ايه اللي يساعدك انك تروحي اماكن تانيه؟ حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى العلاقات، الحاجه التانيه انك بتطوري نفسك. فما ينفعش تبقى انت في بيئه سامه، بيئه عمل سامه، وانت ما بتطوريش نفسك وما عندكيش علاقات وتقولي انا مش قادره اخرج. طب انت مش هتقدري تخرجي. طيب بعد 9 ايام ايه الحلول المؤقته للاربع انماط نعدي بيهم؟ تسخين. تسخين، وعلى فكره ده كان المفروض برضو يتعمل في اخر يومين في الاجازه. يعني انا مثلا زي النهارده الاسبوع اللي فات، حتى خلاص الناس احنا قدامنا اجازه طويله، الناس بتنام طول اليوم وتسهر طول الليل. حلو، قبل انتهاء الاجازه بيوم او اتنين انا راجع الشغل يوم الاحد، فمفروض بدايه من امبارح او من النهارده ابتدي بقى اعدل اليوم شويه. الحاجه الثانيه، اليوم مثلا احنا كنا الثمان ايام اللي فاتوا او السبع ايام اللي فاتوا ما بنعملش حاجه خالص غير ان احنا بنتفسح، اخر يوم او اتنين ابتدي اجهز هو ايه اللي قدامي يوم الاحد. انت هتتحاكي شويه بس ده اسمه تخطيط، ده اسمه تخطيط. ما ينفعش ان افضل التسع ايام ناسي كل حاجه خالص ويوم الاحد الصبح بجري هو ايه اللي ورايا ان انا اخلصه. ده عشوائيه، ده نوع من العشوائيه. يعني ولازم يعني هل ممكن او ما اعرفش ينفع وما ينفعش، هو انا لازم اخلص كل حاجه يوم الاحد متاخره، ولا زي ما حضرتك قلت الاحد ده اللي هو ايه لسه اللي هو الماتش البدايه يعني؟ هو تسخين، بس خلي بالك وارد ان يكون في حاجات ذات اهميه عاليه عندك يوم الاحد فلازم هتضطري تعمليها. وبرضه لو انت بتفكري بمبدا التخطيط، انا قبل الاجازه حاولي تخلصي من اكبر قدر من الحاجات عشان ما تلاقيش حاجات متراكمه بعد الاجازه. احنا بنعمل العكس، ما الاجازه جايه بعد الاجازه، بعد العيد، بعد العيد. تلاقي جايه يوم الاحد. انا عايز اقول لك مثلا في امريكا هم اجازتهم سبت وحد، نسبه حدوث الجلطات والذبحه الصدريه عاليه جدا يوم الاثنين. ليه؟ لانه بيجي يلاقي عنده. طب هو بقى لو بيعمل كده قبل، احنا مش بنفول على حد ولا حاجه، يحصل يعني ما يحصلوش الاثنين، يحصل الخميس قبل الاجازه. لا المفروض ان هو لو مجهز نفسه او حمل الشغل متوزع بشكل معين. يعني هقول لك حاجه صغيره. الصينيين واليابانيين بيعملوا حاجه لطيفه جدا حتى أيوة في الاجازه. ايوه بيحبوا الشغل ازاي الناس دي وبيبقوا ايه حتى في الاجازه بيعملوا ايه؟ بيعملوا توازن. يعني بدل ما اقعد مثلا 10 ساعات قدام التلفزيون في الاجازه، ايه المشكله لو نص ساعه اخلص بعض الحاجات اللي انا محتاج اخلصها بعد الاجازه؟ ما ده مش حرام، ما هو ده برضه نوع من ما هو مش حضرتك اثناء الشغل بتاخدي فترات اجازه، برضه اثناء الاجازه ايه المشكله ان انا خلي بالك لو انا بحب شغلتي هعمل ايه؟ يعني انا حد من المساعدين بتوعي وهو في الاجازه مسافر اسكندريه هو ومراته. بيفصل تماما. لا مش بيفصل، هو راجل عبقريين وهو راجل بتاع شغل. فمراته كل شويه تقول له طب يعني ما تسيب اللابتوب؟ يقول لها طب انا يعني بشتغل شويه. طب وايه المشكله؟ يا دكتور ما هي برضه يعني 10 ايام في السنه. ماشي اوكي، بس ما انا اقول لك يعني نص ساعه في اليوم. ماشي. انا يعني 10 ساعات كلهم فن، نص ساعه اخلص حاجه. عايزه نصيحه للمديرين، هم دول الاساس، هم دول الكور بتاع الحدوته كلها، ان هم ازاي يتعاملوا بشكل سليم مع الموظفين ويغيروا من طريقتهم. هو بقى ده الحل للمشكله اللي احنا ذكرناها. بيئه العمل السامه جايه منين؟ جايه بسبب، جايه من فوق. يعني في كده الاب الروحي للاداره الحديثه اسمه بيتر دراكر قال جمله حلوه جدا، قال الاشجار تموت من القمه. يعني انا عايز اوقع الشركه اجيب مين؟ اجيب مدير فاشل.
يدمر الشركه كلها. فالاصلاح بيئه العمل بيجي من فوق، انا عايز الناس كلها تحب بعض. انا لما يدخل لي حد داخل مثلا يشتكي حد تاني، اقول له لا حل مشكلتك معاه واشوف الشخص التاني ده فعلا. لكن فكره ان انا ده في بعض المديرين بيشجعوا بقى ان الناس يجي يعني بالبلدي كده بتاع زمان يخبص على زميله، انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اعمل كده. يس. فهي مفروض انه بيئه العمل لو بقت حاجه كويسه انا هبقى مبسوط في البيت وهبقى مبسوط في الشغل. حظ بقى الموظف الوحش لو عنده مشاكل مع مراته وعنده مشاكل في بيئه العمل، فهيقعد على السلم بقى بالمنظر ده، مش عارف يقعد في الشركه ولا يروح البيت اساسا يعني. انا بشكرك دكتور رأفت شحاته استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه على النصائح المهمه جدا ان الواحد يرجع بيها بعد اجازه طويله. بشكرك جدا دكتور رأفت. وبكده تكون خلصت يعني حلقتنا النهارده من 8 الصبح على دي ام سي. ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل طلبه الثانويه العامه النهارده في امتحاناتهم، ونتمنى كمان بقى رجوع لطيف وحلو بكره للشغل تاني من اول وجديد، ونستعد. وكده كده يا جماعه ما تقلقوش، السنه كلها اجازات والمواسم كتيره فلا تقلقوا. بكده تكون خلصت حلقتنا 8 الصبح، ابدا يومك صح.